وسألت أيضا عن وضع الجدائل شيخنا ووصلها ببعض خيوط الصوف وليست من الشعر، هل تجوز أو أنها من الوصل؟ وصل الشعر بغير الشعر كالخيوط بأنواعها، فهذا مما اختلف فيه العلماء، منهم من عده من الوصل المنهي عنه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا حرج في وصل ما ليس من الشعر كالخرق والخيوط ونحو ذلك، لأنه ليس مما يدخل فيما وردت به النصوص من النهي عن الوصل، وأيضا للحاجة إليه لا سيما في التزين عند النساء، وهو نوع من الزينة التي لا بد من نص صريح في منعها، إذ إن الله تعالى جعل الأصل في الزينة الحل. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق. فيقتصر فيما جاء النهي عنه من الوصل على وصل الشعر بالشعر، والله أعلم.